ولكن ننتظر ونتابع. هنا هشمة لفريق إمبولي، محاولة التمرير تصل لبيازي، العرضية العرضية الخطيرة تشيرني، والهدف الأول الهدف الأول لفريق إمبولي. يبدأ بقوة صاحب الأرض، يبدأ بقوة فريق إمبولي، يريد الانتصار، يريد البقاء، يريد الاستمرار في دوري الأضواء. وبالفعل بداية قوية، بداية ممتازة تعطي الفرحة للرئيس فابريتسو كورسي المتواجد في المدرجات، لجمهور إمبولي الحاضر للمساندة. فرصة أولى، محاولة أولى، والهدف الأول بعد 4 دقائق فقط. شاهد الكرة انطلقت من الحارس، لمسها جازي، هنا الانطلاقة وهنا التمريرة، جازي من جديد يلعب العرضية، والمتابعة المتابعة من تشيري بالرأس على يمين ميرت، يكتفي بالمتابعة بعد أن فشل دي لورينسو في التغطية، خطأ كبير وهفة في التمركز وفي التغطية من دفاع نابولي، يستغل الموقف العملاق تشيري ويسجل الهدف الأول. إمبولي يبدأ بقوة.